إذاعة القرآن الكريم لتشارككم فرحتكم بذكرى انتصار السادس من أكتوبر العاشر من رمضان أعاده الله علينا وعليكم وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات. وبهذه المناسبة الكريمة نقدم التهنئة لهذه القيادة السياسية الحكيمة قيادة وشعبا وفخر الأمة قواتنا المسلحة رمز العزة والكرامة. لذا جئت إلى قارئ الشيخ عبد الناصر حرك، أيضا معي فضيلة الشيخ أحمد مكي إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين، أيضا أخي وحبيبي فضيلة المبتال الشيخ إبراهيم السيد راشد. ويسعدني أن يحضر معي هذا اللقاء فضيلة الحاج حمدي عبد الفتاح مؤسس بيت العائلة المحمدي. إخوة الإيمان، ما أحوجنا إلى أن نتخلق بأخلاق حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فقد كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأكثر الناس أدبا، أدبه ربه فأحسن تأديبه ووصفه بقوله سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم. فاللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. هيا بنا إخوة الإيمان نبدأ حفلنا هذا بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية عطرة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات
وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وإذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير.
الغافلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ليقضى ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر
فيه. وهو القاهر فوق عباده. ويرسل عليكم حفظة. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك
نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أسماعنا وأبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. وهكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب تلاوة قرآنية عطرة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هنا من رحاب مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة.